اللي بيدشر بلده بيضيع ولده بلا ما ياخذ. ولك بلدنا بتسوى 100 منها، بس هون في امان، لا حدا بيعتدي عليك. اذا ما انت عملت شغله بلا ما ياخذ ناقصه، ما حدا بيجي صوبك. مظبوط ولا لا؟ نحن هونيك حارت كم الايد وإله، ما في نظام ولا في ترتيب ولا في شيء. شو بدي نسوي؟ على وقت اللي بدي روح يعني شقية بروح لي شي جمعتين ثلاثة. قد ايه لك بشتري البلد؟ اللي بيطلع أكثر من 10 سنين. شو بدي نسوي؟ أولادي هون، 3 بنات هون، 4 صبيان هون، وكفل لي أنت كمان. 4 هناك ما بتجي إلا على Global citizenship, migration, bridging divisions and ideas, and how people live and exist in various places in the world. These were the only ideas circulating in my head in the last 3 years. It's amazing for me how technology helped us be more connected and more free in a way. It is also amazing how we can use technology today to deny the physical border that we decided to have, and have more people cross borders too. Muhammad Hawli, an 80-year-old Lebanese-American who has been living here for more than 20 years and never visited his country, or at least where he was born, for more than 10 years in a row. What I did is that I filmed his neighborhood and where he used to live in Lebanon in the 360 video technology and made him watch it using a virtual reality headset. والله ما بذكر بأي أي واحد جيت له. سرع بقول لك شي 21 سنة 22 سنة بالأرض. رايح على الزيارة مرتين، رايح على الحاج 3 مرات. من هون رايح. يعني لو بعدني بلبنان ما بدعس لا على الزيارة ولا على كنت أشتغل أنا. كنت أشتغل عند ابن عمي، كان نهريتي 50 دولار. وطلع براني 50 دولار، يعني شي 100 دولار كانت. هون ولا بلبنان؟ هون بلبنان 4 ليرات كان الأجار بالمطار، 4 ليرات. بس اسأل لحي السلم، قل له الجوار مين بحاشة بحي السلم كله. جهز لك شغلة؟ لا. حابب تشوف لبنان انت هلا؟ ايه لك لا، كيف لك؟ حابب تشوفها؟ حابب تشوفك. عم طلعها مصورها هونيك، ها؟ ايه جاهزة، يلا لنشوف. شو تطلع فيها؟ ايه؟ بتجربها؟ نجربها لك. جربها انت شي مرة؟ لا نجربها، هاي أول مرة. هاي أول مرة لين كسر براي ولين كسر جرة. ولك مساره رجم البركة، ما بقى في شيء يعني عمليه. لا قاعد خلف بيت الحول كله. والله مزبطين الدرج مليح كلهم. هاو هالصغار هاو دي ماني شايف البلوب انا. ما بتعرف اولاد الحي؟ ولا بعرفه. اولاد اولاده ايه. Thank you.
مغيرين البراد عيني الوليد كلهم هاي بلعته كانوا ما بشوف إلا غير انجي كنت قاعد قدام الدكان هي قدام الدكان هيدي؟ اعمل الدكان هونيك قدام والولاد عم يلعبوا والسيارة قدام البيت شفت الآن شو تقدمي بشوف من إلك أنت وقعد هو قالوا بصيروا تشوفوا بعضكم بالتلفون وصوروا